في الدراسة أو في أي حاجة. عندنا اليوم متقسم لثلاث فقرات. الفقرة الأولانية ورش عمل جايبين فيها مدربين متخصصين في أحد الموضوعات سواء سي بي أو موكس أو تعلم اللغة الإنجليزية، وبعدين في فاصل استراحة عشان الصلاة، وبعدين في جلسة حلقات حوارية الناس هيقعدوا يتكلموا فيها عن أي موضوع من المواضيع الاجتماعية زي نظرة الناس أو التقاليد أو الروتين أو الكسل، يعني اختلاف الموضوعات الاجتماعية اللي بتهم الشباب عامة وبتؤثر على اتخاذهم القرارات سواء في الحياة أو في الدراسة. آخر فقرة باشمهندس وائل صبري جاي يتكلم عن قصة نجاح، هو حد ليه اختراعات كتير في مجال الهندسة وفشل كتير وتابع فشل ونجاح، وهو جاي يتكلم عن القصة دي.